أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي أوراق اقتصادية الذي نلقي فيه الضوء معا على أهم القضايا التي سيطرت على ساحة الاقتصاد والأعمال خلال الفترة القليلة الماضية، ويأتي في مقدمتها: الاحتياطات النقدية الدولية ترتفع لدى البنك المركزي للشهر الثالث على التوالي، وفيتش تثبت تصنيفها الائتماني للاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة. السعودية تضخ استثمارات ب3.5 مليار دولار في شركة أوبر الأمريكية لخدمات تأجير السيارات. وفي ملفنا هذا الأسبوع نلقي الضوء على عامين من المشروعات القومية الكبرى شهدها الاقتصاد المصري رغم قيود الموازنة والركود العالمي. نبدأ مع الاقتصاد المصري الذي حمل له الأيام القليلة الماضية عددا من الأخبار السارة، حيث أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطات النقدية من العملات الدولية خلال شهر مايو الماضي للشهر الثامن على التوالي، وذلك بما يصل إلى 509 ملايين دولار، ليصل في نهاية الشهر إلى مستوى 17 مليارا و11 مليون دولار. وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب ماميش ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال الربع الأول من عام 2016 بشكل طفيف عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي، وصعدت إيرادات القناة من 1.236 مليار دولار في الربع الأول من عام 2015 إلى 1.239 مليار دولار في نفس الربع من 2016، وذلك على الرغم من تباطؤ حركة التجارة العالمية. ولم تقتصر الأخبار الجيدة على مجرد الإيرادات والاحتياطات، ولكنها امتدت أيضا إلى التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري، حيث أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصر عند بي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك ثبتت فيتش تصنيفها للسندات الممتازة غير المضمونة المقومة بالعملة الأجنبية أو المحلية عند بي، غير أن فيتش توقعت في الوقت نفسه ارتفاع العجز في موازنة البلاد عن مستواه المستهدف، وكذلك الدين العام للحكومة. ورغم هذه الأخبار الجيدة، فإن ذلك لم يمنع وزارة المالية من الإعلان عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2015-2016 إلى ما يعادل 29% من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل عجز الموازنة مستوى 254.9 مليار جنيه في مقابل 218.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، وذلك مع ارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 8.7%، في حين لم يتجاوز ارتفاع إجمالي الإيرادات 23%. وإلى الولايات المتحدة التي تشهد مؤشرات على استراتيجيات سعودية جديدة في الاستثمار، حيث قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء حصة قيمتها 3.5 مليار دولار في شركة أوبر الأمريكية لخدمات تأجير السيارات، بينما أشار المدير بصندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إلى هذه الصفقة إلى أن هذه الصفقة تهدف ليس فحسب إلى تحقيق أرباح، بقدر ما تهدف إلى دعم خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد أعلنت في إبريل، وذلك من خلال فتح قطاعات استراتيجية مثل السياحة والترفيه وزيادة فرص العمل ومشاركة النساء في القوة العاملة وتشجيع ريادة الأعمال. شهدت مصر خلال عامين من العمل الشاق في منظومة متكاملة من المشروعات القومية الكبرى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهرت بعض هذه المشروعات بقوة إلى الوجود، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، بينما يوشك البعض الآخر على الانتهاء منه، مثل المشروع القومي للطرق الذي وصل إلى 85% منه ومنظومة الكهرباء الكبرى.
التقرير التالي يلقي الضوء على أهم هذه المشروعات وجدواها الاقتصادية والاجتماعية. عامان من العمل الكثيف والمتسارع في سلسلة من المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فور أدائه اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية. المشروعات القومية الكبرى لم تأتي منعزلة عن المشاكل الآنية التي كانت تعد جزءا من الحياة المعيشية اليومية للمواطن المصري قبل 30 من يونيو 2013، ولم تحصر نفسها حولها، ولكنها قامت على خطط قصيرة الأجل لحل هذه المشاكل وأخرى طويلة الأجل لخلق اقتصاديات كبرى في كل قطاع. الكهرباء التي مثلت مشكلة نغصت على حياة المواطن لأكثر من 4 سنوات وأدت الانقطاعات المتكررة إلى خسائر اقتصادية واجتماعية جمة، عملت الحكومة منذ يونيو 2014 ومن خلال خطة عاجلة على زيادة القدرات الكهربائية بأكثر من 25% ليصل إجمالي ما تستطيع منظومة الكهرباء توليده إلى 37 جيجاوات، ارتفاعا من 29 جيجاوات قبل 2015. وبشكل متزامن تتبنى الدولة مشروعا طموحا لإنتاج أكثر من 80 جيجاوات كهرباء من خلال منظومة محطات كهربائية غازية عملاقة بواسطة شركة سيمنز، تهدف إلى توليد 14.8 جيجاوات بالإضافة إلى محطة الضبعة النووية لإنتاج 4.8 جيجاوات كهرباء بالإضافة إلى مجموعة من محطات توليد الكهرباء الشمسية والمائية والرياح. ولم يلبث الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يؤدي اليمين الدستورية في يونيو 2014 حتى أسرع ودشن مشروع تنمية محور قناة السويس، داعيا إلى إصدار شهادات استثمار قناة السويس والتي تم تغطيتها في زمن قياسي أقل من شهر، وذلك لتمويل المشروع الأساسي في تنمية محور السويس، وهو إنشاء قناة جديدة لتطوير المجرى الملاحي للقناة وحفر أكثر من 8 أنفاق للسيارات والسكك الحديدية على طول القناة لربط ضفتي القناة الشرقية والغربية. وبعد مرور عام فقط افتتح الرئيس السيسي القناة الجديدة لترفع الطاقة الاستيعابية للقناة إلى 27,000 سفينة شهريا، وتستبق مشروعات أخرى لتطوير ممرات مائية منافسة لقناة السويس مثل قناة بنما التي بدأت عمليات تطويرها بعد عام كامل من بدء مشروع تطوير قناة السويس. وامتد العمل إلى توسعة ميناء شرق بورسعيد في مدخل قناة السويس وإنشاء قناة موازية لقناة السويس بطول 9 كيلومترات لزيادة طاقة الميناء على استقبال السفن في ظل مشروع كبير لتطويره بمنظومة من الموانئ في الصين وجنوب شرق آسيا واليونان، وتطوير ميناءي الأدبية والسويس مع تطوير متزامن لميناء الإسكندرية. المشروعات الكبرى امتدت إلى عصب الاقتصاد المصري المتمثل في الطرق التي هدف المشروع القومي للطرق والكباري على تزويدها بمنظومة بطول 3,360 كيلومترا، حيث تم استكمال 85% منها مع اقتراب إتمام طريق الخط التجاري الموازي لقناة السويس. المشروعات القومية امتدت إلى القواعد الإنتاجية للاقتصاد من خلال تدشين مشروع 1.5 مليون فدان بداية من الفرافرة بكلفة تتراوح بين 60 إلى 70 مليون جنيه لزيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، وذلك بهدف تحسين الري 1,650,000 فدان وتوليد 35 ميجاوات كهرباء. المشروعات القومية تبنت خلال العامين الماضيين مفهوما جديدا لتوسعة الرقعة العمرانية من خلال إنشاء سلسلة مدن مليونية جديدة في القلب منها العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 10,500 فدان بالإضافة إلى مدن العالمين الجديدة وشرق بورسعيد الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة الجلالة البحرية الجديدة. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، لمزيد من التحليل وقراءة في هذه المشروعات القومية الكبرى يشرفنا أن ينضم إلينا في استوديو النيل الأستاذ إيهاب سمرة، خبير التمويل والتصنيفات الائتمانية. أستاذ إيهاب أهلا بك يا فندم، وكل سنة حضرتك طيب. صحة وسلامة. بعد يعني عامين أو مرور عامين منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة مقاليد البلاد وإطلاق مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، كيف لنا أن نقيم هذه المشروعات القومية الكبرى بين ما تم إنجازه وما هو في الطريق إلى أن يتم إنجازه وأن يظهر إلى أرض الواقع؟ قبل ما نبدأ في التقييم خلينا بس نعبر عن اللي حصل بالتعبير العلمي. هي مش مشروعات قومية، هو تغيير. ما حدث هو إدارة تغيير. بمعنى فعلا تغيير المذهب الاقتصادي كله، إن الدولة تعود حاضرة وتعود مسؤولة، ولأن الدولة المرة دي جاية باختيار وتكليف من الشعب، فالشعب شريك في المسؤولية ومسؤول مع الدولة. مسألة لم تعد متروكة، طبعا القطاع الخاص بيشتغل لكن مش متروكة برمتها للقطاع الخاص. اللي حصل خلينا الأول بس برضو بناء على ذلك، لازم يكون في فرق بين تقييم المشروع القومي الضخم ده وبين تقييم أي مشروع تجاري أو اقتصادي عادي. خليني اضرب المثال بالسد العالي الاول خالص. النهارده لو عاوز تقول لي ما هو عائد السد العالي، ينفع تقول اقول لك العائد هو ثمن الكهرباء اللي بتتباع والميه بتاعه الري كده؟ يبقى انا يعني راجل مش فاهم معنى المشروع. لكن لما اعرف انه خلال من بدايه السد العالي في الستينات حتى الان النيل كله مر علينا حوالي 11 فيضان وتسع مواسم جفاف، واحنا لم نشعر بايهم، لا بجفاف ولا بفيضان، دي ثمنها ايه؟ العائد ده المردود ده ثمنه ايه؟ وعلى هذا الاساس قيس بقى كل المشروعات القوميه الاخرى. يعني من اول قناه السويس، خليني اقول لك احد اهم عوائد قناه السويس بغض النظر بقى عن فلوسها، قدره تجميع المصريين لمبلغ 64 مليار في 8 ايام عمل في اسبوع. 8 ايام عمل. دي قيمتها ايه؟ ثمنها ايه؟ دي كنت تدفع كام عشان تعمل هذا التوحد من المصريين بكل طبقاتهم؟ اتنين، قدرة الشركات اللي دخلت وهي درجة ثالثة طلعت درجة اولى. الشركات اللي اشتغلت دي كانت شركات، كل الشركات اجمعت ان المشروع ده يتنفذ في 3 سنين، نفذوه في سنة بس. الشركة اللي بدأت دخلت المشروع ده من اوله وطلعت قدراتها زادت، شكلها ايه؟ يعني في السي في بتاع الشركة دي لما يكتب يقول انا شاركت في هذا المشروع اللي كان يتعمل في 3 سنين، انا شاركت في انه يتعمل في سنة. ده رفع تصنيف الشركات والناس اللي بتشتغل والمقاولين، زي السد العالي بالظبط. السد العالي كان اهم